مطلوب منك تعرف هو مقطع ازاي، هو ماشي من فوق لتحت ولا من الشمال اليمين ولا من اليمين الشمال، من جوه لبره ولا بره لجوه، ولا من قدام لورا ولا ورا لقدام. الكاتس يا اما تتاخد زي اي بي انت بوسيرو اسمها كرونال كاتس او كرونال ايه فيو، يبقى الكرونال اللي هو الفرونتال من قدام ليه لورا زي الاي بي اكس راي، اكنك ماسك فيلم اشعه من قدام لورا. لما تشوف المقاطع اكنك ماسك فيلم اشعه من قدام لورا دي تعتبر مين؟ كرونال. لو ماسك فيلم الاشعه بتاع المقطع الرنين عن اكنك ماسك فيلم اشعه لاترال كانك مصور بالجنب، ده ساجيتال. لو شايف الركبه بالجنب ده اسمه ايه؟ ساجيتال كاتس. لو شايفها اكنك شايفها من قدام لورا دي كرونال كاتس. لو مقطعها طرنشات ترانسفير اكسل، يبقى كده اكسل. من جوه لبره او من بره لجوه ساجيتال، من قدام لورا او من ورا لقدام كرونال. ده رقم واحد. يبقى لما اشوف الفيلم كده دي شايفها من هناك، يبقى ده كرونال كاتس. لما اشوفها بالمنظر ده بالجامع شايف باكيلا شايف تيجي او تيمر كده، يبقى ده كده ايه؟ ساجيتال كاتس. يبقى ده كده ايه؟ ساجيتال. ده ايه؟ كرونال. طب لو واخدها طرنشات زي السي تي كده اسمه مين؟ اكسيال كاتس. الاكسيال بس اشوف فيها حاجات، كرونال هشوف فيها حاجات، الساجيتال هشوف فيها حاجات. السيركل هو اهم كاتس في الام ار، بتشوف كل حاجه في السيركل وبتاكد بمين؟ بالكرونال. الكرونال اهم حاجه في مين؟ بتشوف في مين؟ الكولاترال. انا مصور من قدام لورا يبقى هشوف مين؟ اللي في الجنب. لو صورت الجنب هشوف كل حاجه. هشوف الكواد سيب ستاندرد ماتيريال تندونز، هشوف الاي سي ال، هشوف البي سي ال، هشوف الماسك. لو خدتها كاتس كده هشوف الريتناكلر بتاع الباتيلا، يبقى هشوف الاكسيال كاتس مين اللي هشوف فيها مين؟ مين؟ الميدل باتيلا فيمورال ليجامنتس تيل او ديستوكيشن باتيلا او مشاكل باتيلا. اما السيجنال كاتس كل معظم الحاجات بشوف في السيجنال. كرونال بشوف فيها لوسيو ارسلس ومانيسكس بس ميلي ما بطلعش منها غير ما بعرفش اشوف فيها غير مين؟ يعني ما بشوفش حاجه ثانيه. الكولاترالز غير فيها. يعني ما بحكمش على الكولاترالز مين دي الاولاد الكولاترالز غير فيها. وفي الكورونال او الفرونتال اقدر اتاكد من الدير بتاع المانيسكس وحجمه والبادي والهورنز واشوف الامبتي نوتش ساين في الاس ال. والاستكوندراليه وسط ارسلونز. في مين؟ في الكورونال اي بي واللاترال. اما الاكسيال كاست كل مشاكل باتيلا فيمورال فيها باتيلا لا بالتروكيلا باشكالها بالتروكيلا بليزيا بالشال التروكيلا بالتيلتنج بالديستوكيشن بالتير بتاع الميديا باتيلا فيمورال ده كله فين؟ في الاكسيال كاست. اما كرونال مينلي الام سي ال والاي سي ال. والاي سي ال بعض احيانا والمانيسكاس بس اكتر بتاكد بيهم اللي شفته فين؟ في السجدة. يبقى اهم كاتس في الام ار اي مين؟ السجل. دي نقطه. النقطه الثانيه في ثلاث اشكال او اربع اشكال للافلام. طيب تي 1 وتي 2 وستير. انا يهمني بالنسبه لكم دلوقتي كناس بيجنرز او جينيورز تي 1 وتي 2. الثاني بتاع الناس اللي بيقولوا خمس سنين في مهور. فمش هشركوا فيها ومش هشركوا فيها. تي 1 تعني طيب زمن الوصول الاول للافلام، ودي تعني الايه؟ في حاجات ابيض في التي 1 اسود في التي 2، في حاجات ابيض في التي 2 اسود في التي 1، في حاجات اسود سودا في الاثنين. الحاجات السودا في الاثنين هي الاتي: التندز، الليجنز، المانيسكس، الكارتج، الفايبر كارتج. مانيسكس الكارتج والفايبر كارتج، يبقى الكارتج والفايبر كارتج والتنز والليجنز والبون كورتكس كلها سودا فين؟
في الاثنين. اي ماتور فايبرس تيشو سودا فين؟ في الاثنين. ابيض في التي 1، اسود في التي 2 الفات. الفات ده فين؟ في البون مارو. يبقى لما الاقي البون مارو العظم فاتح يبقى ده تي 1. ابيض في التي 2، اسود في التي 1 الميه. عشان كده السي اس ال بيظهر ابيض فين؟ في التي 2. الافيوجن يظهر ابيض في التي 2. يبقى الميه بتظهر فين؟ في التي 2 بير. شو في التي 1؟ الفات ابيض في التي 1، اسود او غامق في التي 2. الفات فين؟ والبون بار. اسود في الاثنين، لا في الاثنين تندون ليجامنتس كارتش فايبر كارتش، يعني منسكس كارتش الكوربس بتاع البون الليجامنتس التندونز كل ده ايه؟ اسود في الاثنين. لو فات ان راس بقى فيوجن هو اللي في راس انتميشن الكلام اللي هتظهر بيضه فين؟ غامقه غامقه جواها فين؟ او حاجه كات او فات انتجريشنز يعني التندون بدل مصر بدل تتغير هتظهر في التي 1 بيضه. يعني الفات بيظهر ابيض في التي 1 اسود فين؟ دي قواعد اساسيه في اي فيلم ام ار اي اشوفه. في الركبه بقى لما ابص اشوف الفيلم انا شايف على يميني ماسك الفيلم على شمالي شايف الباتيلا، الباتيلا دايما على شمالي يبقى ده خلف. طالما شفت الباتيلا على شمالي والكاتس اكني مصور صوره بالجنب يبقى ده سجل. محتاج اعرف هو الراجل واخد الكاتس المقاطع بتاعته من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ لو من جوه لبره، لو انا شفت التيبل ده توب، التيبل ده شايفه صح؟ يبقى من جوه لبره. طب هو فوق التيبل ده توب كان ده فيه شويه واخد الكاتس من فوق شويه ما جابش الحته اللي تحت. لا ايه؟ اثنين منسكس، واحد كبير وواحد صغير، يبقى ده ايه؟ ميديا. طب لاترال، لو شفت الهيدو فيبلا يبقى انا لاترال، يبقى واخدها من بره ليه؟ لجوه. طب الراجل كان بخيل قوي وما جابش السبيرتي فيبلا جوينتس، ما خدش الكات من تحت ما بانش السبيرتي فيبلا جوينتس، ما جابش الهيدو فيبلا. عشان صغر الافلام. ليه؟ هشوف الشفه بتاعت مين؟ ما لقيتهاش. لقيت اثنين منسكس اللي هو السيركل الحوايا بتاعت السيركل اللي شايله الزلعه. اثنين مثلث اسود قطبع يبقى انا كده ايه؟ لا دي الخريطه الخريطه الفكريه. نشوف الكلام ده بقى. يبقى ده كده سايكل ولا اكسيال ولا فرونتال ولا كرونال؟ ده كده كرونال. ده كده ايه؟ الباتيلا فين؟ فوق منها هيبقى مين الاسود ده؟ كويس السيل اللي تحت ده مين؟ اللي ده اسمه ايه؟ تيبا تيبروس. العظم غامق يبقى تي 2 ولا تي 1؟ تي 2. طب الميه ظاهره بقى لو قلت فيوجن ظاهر ابيض سوبر باتيلر وايت باتيلر يبقى دي تي 2 اللي هو ده مين؟ ده البي سي ال هنتكلم عنه دلوقتي ونشوف الاس ال ازاي والبي سي ال ازاي بس ناخد حاجه حاجه. يبقى انا شايف اللاترال فيو، اللاترال فيو هيظهر في مين؟ اللاترال فيو هيظهر في مين؟ باتيلا واثنين منسكس اهو، ادي الباتيلا هنا اهي والباتيلا بتنزل. ده سجل. اللاترال هو السجل. طب كرونال ايه؟ ده اللي واقف ده اسمه ايه؟ اس ال. اللي نايم عامل يا ستر العرض ده كده اهو من ورا ده اس ال. طب انا عرفته ازاي؟ هنا الهيدو فيبلا باينه واللاترال كلها اهو. اللازق ده مين؟ الميديا كلها. الميديا كلها ماسك فين؟ في الميديا في الكوندايل. يبقى ده رايح يمسك في مين؟ طب انا مش عارف ميديا ولا لاترال. لما الاقي حاجه معديه بالعرض كده يبقى اللي هو ده مين؟ الميديا في الكوندايل. يبقى التابع اللي ورا الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ اللاترال في الكوندايل. الاس ال ماسك فين؟ انتيرو لاترال. يبقى ده مين بالطبيعيه؟ اس ال. واللي نايم وراه؟ اس ال. سهل؟ ده مين؟
الاكسيال كاتس ترانشور كده وخدها كده بقى. خدها كده ده السيتال خدها من الضرب لورا كرونال خدها كده اكسيال. الاكسيال بشوف في مين؟ كل اللي يخص الباكيلا سواء تروبيا سواء ميني باكيلا فريمر بدون ميني باكيلا فريمر ليه من قدر باكيلا فريمر ليه. T1 العرض ابيض T2 غامق هنا الميه بيضاء جريديانت الستير دول عشان تيومرز وحاجات تانيه مش مشكلتكم بقى. هناخد T1 وT2 ابيض في T1 اسود في T2 الفارق ابيض في T2 اسود في T1 ووتر ابيض اسود في الاثنين تندز ليجنز كارتج فايبر كارتج كورتج زبون كل ده مين؟ اسود T1 T2 طب المقطع ده واحد كبير واحد صغير يبقى ده مين ولا ده تاني؟ مين كده؟ واحد كبير واحد صغير واحد كبير واحد صغير اثنين هرم مثلثين سود مثلث كبير يبقى انت كده كده اوتوماتيك ايه؟ مين؟ النقطة الثانية ده تجيب الباتوم واضح تجيب الباتوم تجيب الباتوم والكون كامل واضحة اهي اللفة لا هتلاقي كونتكست وهتلاقي الجنون قد بعض وهتلاقي الشفة أو هتلاقي مين؟ الهيدرو فيديو. شايفين دي؟ ده واحد مش لازم اللي حواليه منه صح؟ الهيدرو فيديو ده النام العرض ده مين؟ بسيل والواقف ده بس في مشكله الاس ال واللي لازق ده مين؟ الميتوكوندريا. يبقى الكنز تعال هنا طالما العرض يبقى مين؟ بي سي ال يبقى اللي هو ده مين؟ ميديا لما تبص مين هتلاقي لازق بص لازق لازق مش لازق الميتوكوندريا اهو اللي نايم العرض مين؟ الواقف بس صح؟ لو انت لقيت ده مش موجود هنا وما كانش موجود متاكد بقى ان الاس ال كومبليت تير لما تلاقي دي نوت ساين ومفيش اس ال نقاط ثانيه وتيبيا البوستيرو اتيرو جلايد اتيرو ترانسليشن يبقى ده اكيد اس ال اكيد اس ال مش من كاتس واحد او فيلم واحد او لقطه واحده ما شفتش فيها الاس ال اقول عندي اس ال ادي الباتيلا بتنمي وادي السيف ستيرن ادي الباتيلا اللي فات ده فات باك اللي الباتيلا بتنمي اهو دي فات باك اهي بيضة اهي دي معناها انت فيها بولس يا جماعه ايه بقى اللي هتشوفه في كل كاس؟ هتشوف الميديا المانيسكاس فين؟ سايتال الليجامنتس اس ال بي سي ال سايتال كلها فل كرونال ريتيناكلم اكسل تندونز سايتال بون سايتال صابون في الفيوجن سايتال يبقى في فيديو هتلاقي عشان كده تلاقي سايتال ثلاث افلام او اثنين واحد كرونال واحد ايه اكسل المفروض يبقوا خمسه الستاندر خمس افلام بس الناس بتعمل ايه؟ ثلاثه تحط الاكسل والكرونال في فيلم وتاخد السايتال الاثنين تي 1 و تي 2 عشان هو حاجه بتبقى ثاني في تي 1 في سجن تي 1 في تو يبقى اهم اهم فيلم محتاج تعرفه وتركز مع مين؟ السجن الكاس المانيسكس المانيسكس دايره زي ما انت شايفها كده اهي ويبدا ياخد الكاتس كده لو خد هنا كده جاب الفورمز لو واخد هنا هيجيب البدل يبقى انت تبقى مش شايف الهورنز يبقى واخد مين؟ البادز. لو شفت الهورنز وبعدين شفت بعدين الهورنز ما عادش موجوده وبعد ياخد كاتس حاجات سودا يبقى خد الهورنز الاول جاي من جوه لبره او من بره لجوه. لو هو بياخد اللاتر المانيسكس ياخد من بره لجوه. لو ماشي من بره لجوه يبقى ياخد الهورنز بتاع الميديا المانيسكس وبعدين البادي بتاع الميديا المانيسكس. لو ماشي من جوه لجوه من جوه لبره هياخد البادي بتاع الميديا المانيسكس وبعدين الهورنز بتاع الميديا المانيسكس وبعدين الهورنز بتاع اللاتر وبعدين البادي بتاع اللاتر. فاهمين حاجه؟
ده كده الهورنز، ده كده بادي اسود خالص هو بادي. يبقى لما تلاقي الديجينيشن والبياض بقى جوه دي يبقى بادي زي ما دي. لو لقيتها بقى هنا يبقى الهورنز زي ما دي يبقى وجع حسب الوقت. اهي كاتس كده ده بصير هول. لا ده انا شايفين الشيب اهي، الشيب اهي، الهيد فيبر اهي، الفيبر اهي، الاثنين هول قد بعضهم. يبقى انا كده ايه؟ لازم يبقى بتاكد هنا لاترال ازاي؟ هيد فيبر الشفه الاثنين هول قد بعض. يبقى انا كده ايه؟ لازم. طب لو واخد الكاتس هنا كده عشان يخلص ابص على الاثنين منسكيتهم قد بعض، الاثنين هول قد بعض يبقى ايه؟ لاترال. طب خد الكاتس هنا كده زي كده مش جايب الكيب، شفت الشفه هات الارتكوليشن يبقى ده ايه؟ لاترال. طب بقول لك الكريم معايا جايب كده المنظر ده سيبولك الكيب ده لاترال ولا ميديال؟ يبقى انا اوتوماتيك. طب الميديال هبص ليه؟ يا اما اشوف التيبيا بالمنظر ده اهي، يا اما اشوف اتنين هول واحد كبير واحد صغير، واحد كبير واحد صغير. يبقى انا كده ايه؟ ميديان ميسكس. لاترال ميسكس اي سويت في فيدر جوينتس ده البادي البادي اتنين هول هول قد بعض كده طبعا. لاترال ميسكس كبير اهي اتنين هورن اهو، اتنين هورن قد بعض اهو، يبقى كده ايه؟ لاترال. واضحه؟ واضحه. واحد كبير واحد صغير. طب في نقطه بيضاء في النص ديجنريشن بيصير هور ده كده مين؟ ميديا ميسكس ده تير. طالما المثلث القطع وصل للطرف مثلث قطع الضلعين الخط الابيض وطن الضلعين يبقى ده تير من فوق لتحت او من كده يبقى ده تير كده هوريزونتال كده فيرتيكال كده ده طبيعي ده تير اهو جنريشن ده اهو رقم حاجه اكبر بس المثلث مفهوم جنريشن لكن ده تير وتير ارتيكولا نورمال كده اهو باين؟ ديجنريشن اهو ديجنريشن يعني ايه؟ نقطة بيضاء جوه ولا هوا ولا هوا. لا ترى منسكس بقى مش 30 سنة ديجنريشن بصير هون لا ترى منسكس اهو بصير لا ترى منسكس ولا حاجة أنواعه بقى تايب 1 وتايب 2 كومبلكس تير ديجنريتيف تير. المنسكس ديجنريشن يا اما نقطه يا اما كده يا اما كده ده كله ديجنريشن. لكن لو وصل للعين ده كتير او كتير وساعتها هيبقى ديجنريشن كتير اوتوماتيك بقى هيبقى لوكال على حسب الاسم بتاع العين ده اهو هوريزونتال كده اهو. شايفينه يا شباب؟ القطع او البياض ماشي جوه المثلث الاسود قطع ضلعين من المثلث يا اما كده يا اما كده. فهو ده كله هورزونتال. كله هورزونتال ايه؟ تير. فيرتيكال تير اهو. واصلة؟ فيرتيكال تير خلاص تمام. الباكت هاندل تير. الباكت هاندل تير المثلث عامل زي القمر. لو شقيت القمر هو لاب نص جوه زي المنظر ده كده. هو كان كده على بعض قلبته هيبان في الام ار اي مفيش بوستيريور هورن. طب المفروض يبقى كبير مش هتلاقي اصلا بوستيريور هورن وهتلاقي دبل بي سي ال ودي معناها الباكت ده عامل حاجه عليه سواء اوتوماتيك او ديجنريت مفيش نقاش في ده. الباكت هاند تير عمليه هتشوفها كده بالمنظر ده في بي سي ال في بوستيريور هورن اثنين بي سي ال ورا بعض اهو اثنين بالعرض اثنين نايمين بالعرض طب واحده فوق وواحده تحت
مش المفروض واحده بس للعرض بيصير للعرض وده ميديال اتنين بعدها في الساري تالت اتنين سته للعرض ورا بعض اهو فاهم سته اهي والسته الثانيه والنقطه الثانيه ما تجيبوا سير هور والنوتش هنا في الاثنين اهو اثنين بيسيل اهو الاي سي ال اهو في حلقه ثلاث والميديال مانسكس اثنين بيسيل ورا بعض يبقى ده باكت هاند كير ايه؟ ميديال مانسكس ده عمليه الباكت هاند كير اهو دبل بيسيل اثنين بيسيل ورا بعض واثنين بيسيل ورا بعض ومفيش مسير هور حته صغيره قوي لو المفروض يبقى ايه؟ كبيره الباكت هاند كير لاترال مانسكس دبل دلتا ساين ادي واحده وادي الثانيه وفي مسير هور اهي اثنين دلتا ساين ومفيش بيسيل مفيش مسير هور لاترال المفروض اثنين هور قد بعض انت شايف اثنين مسير هور ورا بعض اهم عاملين زي الدلتا ساين يبقى ده ايه؟ باكت هاند كير برضه عمل ايه؟ في هنا بيسيل وسي هور في اثنين دلتا ساين يبقى ده باكت هاند مين؟ لاترال ميسك في هنا وسي هور اثنين دلتا ساين ورا بعض اهم ده باكت هاند كير لاترال ايه؟ ميسك نيجي بقى الباكت هاند كير اهو اثنين بيسيل ورا بعض اهم نايمين بص الصوره دي موضحاهم قوي بالعرض الاثنين ورا بعض اهم اثنين سته بالعرض المسير هون صغير قوي على الاثنين هون المفروض يبقى اكبر من كده الطبيعي يكون مختلف لو كبير او واقف كبير لكن لو برضه صغير زي كده برضه تبص بقى تشوف مين البي سي ال في بي سي ال تاني ولا لا وتبص في النوتش فيها اثنين بي سي ال ورا بعض ولا لا كده تاكد انه متعلق في تعمل لو عملت باك باور لا يا التاني ما اتفردتش يا ثالث ما اتفردتش يا التالت ما اتفردتش يا الثالث ما اتفردتش اهو دبل بي سي دبل دلتا ساين يبقى ده لاترال ايه؟ باكت هاند كير لاترال مانسكس في حاجه اسمها سكوير المانسكس بره عامل زي الحوايا سيركلر لو اتملت فايبر كارتن زي كده مش هتلاقي هورنز هتلاقي كل الكات بادي انت بتاخد بادي 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 سواد سواد وبعد كده تلاقي اثنين هورنز ماشيه كلها سواد يبقى ده سكوير مانسكس كله بادي زي ده لو خدت الكاتس هنا هيطلع مين؟ هورنز طب هنا ما تاخد كاتس عايز هورنز ولا كلها سواد؟ تبقى درس الموضوع ده اسمه ديسكويت مانسكس هيجي لك ولد دايما بيشتكي من اللاترال ليه بينس انه صغير وتيجي تتني وتفرد تلاقي في كليكنج كليكنج على اللاترال الجوينت لاين بين لاترال جوينت لاين بين وكليكنج والركبه مش مريحه تعمل ام ار اي تلاقي المنظر ده واحيانا مصاحب للكويت ديجنريشن سيست لما تضغط تقوم تلاقي حاجه طلعت تحت الجلد ده واتكونت عند لاترال جوينت الماده العلميه مش بتاعتي الداتا مش بتاعتي الداتا بتاعتي تكون موضوع محفوظ انا ما ينفعش ولا اقدر اعمل الكلام ده ولا اقدر اجمع الداتا دي بس انا خدتها من مخرجاتي عملت سيرش وقصيت الجزاء امنت النقد ما حدش ينسب حاجه مش بتاعته لنفسه الراجل بتاع الحكايه راح بدون منظور ده الجزء الاولاني من الام ار اي الجزء الثاني بتاع الاي سي ان والميديال كولاترال هيكملوا بعد صلاه العصر شكرا يعني في 2 ايه اللي هيظهر اسود في الاثنين ايه اللي هيظهر ابيض في 1 اسود في 2 ايه اللي كده خلصنا كلام احنا بنشوف دايما الاي سي ان تاني السايتال ميلي ممكن نشوف فين الكورونا كاتس هنشوفه ازاي عشان نبص على الاي سي ان بص على السايتال كاتس وبص على حاجه اسمها السته للعرض شوف سته للعرض قبلها بكات اثنين كاتس تو كاتس او ثري كاتس اثنين كات يا تو يا وان يا تو هتبص على حاجه واقفه كده ده لا ده هيبقى الاي سي فهنبص بالمنظر ده بس يعني خلاص خلاص الكلام ده خلاص هتبص على فين؟ على الست يا جماعه حط النور ده كمان يا محمد ده عارف انا شايفين اهي ستة بالعربي اهي ستة بالعربي البي سي ال يا قبله يا بعد على حسب هو جاي من جوه ولا جاي من بره هتبص قبلها طب هي رايت ولا ليه اتنين مش قصتك دي
اللي يهمك انت الاول حس حتى ما توصل الاول. فتبص على الستة بالعربي، شفت الستة بالعربي اهي السايتال كاتس، بص قبلها او بعدها. لو بصيت قبلها هتلاقي مين؟ شايف ده؟ الواقف كده، خط اسود واقف. وقلنا الليجمز كلها بتظهر ايه؟ اسود في الدي 1 والدي 2. فانت هتبص عليها اهي، بص كده، ده مين؟ اي سي ال. اللي ورا ده مين؟ بي سي ال. هنبص بالمنظر ده، بص الكاتس اهي، هو كده جاي منين؟ إيه؟ طالما ده تيبيا كاتوم يبقى جاي من جوه لبره، من جوه لبره، من جوه. بدا مين؟ بدايه السته اهي، سته واضحه زي الشمس اهي، بعدها اوتوماتيك ادي الاس ال. السته اهي، بعدها اوتوماتيك مين؟ الاس ال. والكروسنج معاه البي سي ال اهو، عشان كده اسمهم كروشيه. يبقى انا هبتدي كروشيه سته بالعربي بي سي ال، بس كروشيه بعدها كاتس على طول اهي، ده مين؟ انتيري كروشيه. يبقى ده مين؟ ده كده طبيعي، طالما واقف ومشدود يبقى ده ايه؟ تمام. سته بالعربي، سته بالعربي، بعدها مش لاقي وقبلها مش لاقي. شايف بي سي ال؟ شايف كده اقول المقطوع ما اقدرش اعمل. لازم ده اتاكد من امتي نوتش او بول بروزنج، يعني نتيجه الخبطه واللفه العض نفسه، اللاترال تيمورال كوندايلز والبارت واللاترال تيبيال بلاتو والميديال تيمورال كوندايلز، الميديال تيبيال بلاتو واللاترال تيمورال كوندايلز فيهم زي كونتوجن كده، بول بروزنج او كوندراجيشن. اتاكد ده حدث وعليه اقدر اقول ان ايه؟ ان في اصابه حدثت. الثالثه تيبيال ترانسليت انتيري والانتي نوتش، يبقى كده بصمت ان هو ده ايه؟ اس ال. ابص تاني، ده شويه ده نسكس مش تبعنا دلوقتي دي، الاس ال اهو. والاس ال كنا احنا قلنا ايه؟ انتروميديال وبوسترال، انتروميديال وبوسترال، الاثنين بعض كده زي صوابع بالظبط كده بتتعمل. انتروميديال انتيروميديال والانتروميديال فيرتيكال والبوسترال هورزونتال. يبقى البوست لاترال مسؤول عن مين؟ الروتاتري. والانتو ميديا مسؤول عن مين؟ ترانس لاترال. ادي الاس ال اهو، ادي لازق كده مين؟ ميديا كولاتر. اللي متعلق بره مين؟ على الفيديو فيبولا مين؟ لاترال كولاتر. اللي ماسك من الانتيريور تيبيا ليمنس وراح يمسك لاترال مين؟ اس ال. اللي نايم العرض يبقى النوتش، بص فيه هتبص بقى النص اللي هو الصوره اكزيال ابرولنج اي بي فيو، اكنك مصور اشعه من قدام لورا. لما تبص فيها هتشوف الاثنين كولاترال، شوف الاثنين كولاترال، مين ميديا مين لاترال؟ الميديا هيبقى ماسك في مين؟ نايم العرض هيبقى مين؟ البي سي ال. واللي واقف طالع لاترال لو لقيتها فاضيه فيها النايم العرض ومفيش حاجه واقفه يبقى انت نوتش، يبقى معناها دي ايه؟ اي سي ال. بيتاكد نشوف الاول في السيتس، ثم نبص على مين؟ على كرونال كاتس، وبعد كده السايت اللي بشوف الترانسفيرنج بتاع التيبيا انتيجو ده في الكرونيك اس ال تي او في الاكيوت، بنبص على مين؟ على البون بروزنج. ادي الاس ال اهو زي الالف، انتباه من حد الف سته بالعربي ست الاس ال والبي سي ال ماسكين اهو الاثنين فوق بعضهم كروشيت اهو الراجل واقف في الالف كده الاس ال ده نورمال. بي سي ال بي سي ال اس ال اهو نكشف لسه هتيجي مستجر ايه؟ احنا بنقول نشوف النورمال الاول، العيال بتعرف ايه السليم عشان لما تشوف البايظ تعرف. تاني بي سي ال بي سي ال، شايف انت اس ال؟ لا بص هنا بقى الماتش فيها واحد هنا مفيش، بس هنا في، يبقى الكاتس هناك هتاخد فيها غلطه، يبقى ما تقدرش تقول لعيب انت عندك ايه؟ تيرس ايه؟ هنا بقى ادي الاس ال وادي البي سي ال. اس ال اهو ده
بس في ليجنز هي بتبقى بشر كده في حاجه بيضه جوه الفايبرز فده بشر اسمه هنحكم عليه بقى بالهيستوري بتاعنا والجين واي والكلينيكال وبعد كده نقول له انت محتاج عمليه ومش محتاج عمليه وده انا على مين على الكلينيكال مش على الاشعه كثيرا ما نلاقي بشرتين محتاج عمليه لو الفايبر المقطوعه مين البوست والاكس طب لو انتم ميديا هي مقطوعه مش كويسه يكون مش كويسه تعالى بقى الايسر السليم هو زي الالف كده واقف واقف طب لو نام على جنب الشجره اللي هي كده ده هو ده كده طول الايسر التيبيا طلعت فين؟ ده اهو فاضي خالص موضوع كامل موضوع كامل اهو اهو موضوع اهو موضوع ده طول ايه؟ كومبليت تير اس ال كومبليت تورن او كومبليت تير اس ال التير هو كلاوي ساين زي الغيابه كده الدنيا بتبقى مش بيبقى كبير معايا كلاوي ساين ده تير اس ال غيابه مفيش اي معنى لاي حاجه تقول بوزن ايه؟ شفتوها؟ العض في التي 2 في التي 2 المفروض ايه؟ فهمت؟ لا يبقى فيه بياض يبقى دخل ميه، دخل ميه يعني ايه؟ الوشوش ده جوه وزن فده مؤشر لما اشوف ده واشوف النايم واشوف الالكترونش يبقى ده كده ايه؟ بصمم الثلاثه اللي هو ايه؟ المثال لو شفت تيبيا ترانزليشن كده الفيبر اهي والتيبيا اهي ترانزليت انتيبيو وده اشوفها امتى؟ الكرونيك اي سي ال تي كده اهو مفيش اي اثر ليه مفيش اي اثر ليه كنت تبقى الخطوط ايه؟ سواد ناسا خط اسود واقف مفيش اي اثر يبقى ده تير اس ال امتى روتش اهي كان بيدور عليه امتى روتش يوقف ايه؟ حاجه فاضي امت نوتش اس اي تير اس اي امت نوتش اس اي كاوز دول كلها علامات البلاك ده بشره تير اس اي نايم بس ده الياف واسطه اهو نايم مش مشكله ده سليم ده موضوع بشره اهو فايبر منه موضوع فايبر سليم اهو ده اهو المفروض الحزمه دي الف لما تكبر حجمها زي الحبل لما يكون الوايرز اللي هو بيتقطع منه الياف تلاقي سلوك اتنطرت من كل اتجاه بالظبط حجم الحزمه زاد يبقى ده ايه؟ بارشل كده ده كامل كوريك ده كامل وكونيك كامل وكونيك برش اهو النص اهي ده النص فاضيه دي النص اللي فيها يحطوا جنب بعض اهي ده حساب فاضيه اهي فيها ايه يعني كلاوزت فاضيه ومليانه تقدر تتميز ولا مش باينه؟ البي سي ال ده البي سي ال دايما بيبقى فاضي وانت سبستانس وفي مرض بس هو كومن تيبيا والداشبورد او حاجه من السكات دلوقتي يعني البي سي ال كان نادر النجوم كنا ممكن مثلا انا مثلا قعدت فوق ال 10 سنين شفتهم اربع او خمس حاجات سي ال حاليا ما فيش شهر بعد كده بشوف بي سي ال بسبب حاجه من السكات الموتوسيكلات الصيني السيفت بتاعتها ضعيفه فمجرد ما حاسس الموتوسيكل يكسر ممكن يخش على الركبه وهي فليكسبل وهو ممكن يبقى سيف يعني السبب في الكوما في الانسلنس بتاع الاي سي اللي زياده دلوقتي الموتوسيكلات الصيني كومبليت تي اس ال او بي سي ال اهو كومبليت تور بي سي ال نادرا ما تلاقي بي سي ال ايزوليت بس ممكن تشوف اي سي ال ايزوليت والاي سي ال بي سي ال ممكن العيان يمشي من غير ايه؟ من غير عمليه الا اذا بقى عنده انفيرو نيبل عنده يبقى لازم عمليه.
ده بي سي ال اهو منطوق افاضل في تيديا سباين منطوق طالع فوق او كومبليت تورك بي سي ال تورك بي سي ال تورك بي سي ال ده برشا بقى اهو فايبر واصله وفايبر فايبر واصله ايه؟ فايبر مقفوله فايبر واصله ايه؟ فايبر مقفوله ده جاست انت تقول هتعمل ده بقى الحاله الوحيده اللي في النيوز اوردرز اللي محتاج تكونسيدر كوادر 6 كوادر 6 كوادر 6 اسهل ايه؟ يعني ده بيقول لك اكستنشن لا مش مميز وبعض الاحيان كويس ناحيه ولا هنا بقى علاجه الاصلي مين؟ اكستنشن بقى لي مين بقى؟ الاكسيال كاتس الاكسيال كاتس اشوف فيها مين؟ التروكيلا والريتيناكلا بتاع الباتيلا والباتيلو فيمورال والتلتيم والاوستيوكوندرال ليجنس والباتيلو فيمورال فدي قلنا لونج لاترال شورت ميديال قال اللونج ده كده لاترال والشورت ده لونج اهو ودي الشورت ده الميديال ده اللي بيتقطع ده الميديال باتيلو فيمورال ليجنس اهو ده اللاترال باتيلو فيمورال ليجنس لونج لاترال شورت ميديال اهي لونج لاترال شورت ميديال ده اللي بيتقطع ده اسمه مين؟ ميدل باتيلو فيمورال ليجنس ده بتقطع في حاله مين؟ الباتيلر ديس لوكيشن اهو موضوع الراجل قال الشورت كده موضوع بقى ايه اصلا لان اي حاجه زودها في النص سحابه بيد كلها كورونا بقى هشوف في مين؟ كولاترال ميديال كولاترال ولاترال كولاترال اللي ماسك الفيبرا يبقى مين؟ اللي ماسك التيبيا بس خلاص ادي الميديا كلها اهو وعرفت منين؟ البي سي ال نمبر عرض والاي سي ال واحد ادي الميديا كلها اهو ادي البي سي ال تمام اي سي ال بي سي ال اي سي ال واضح؟ ادي الميديا كلها اتقطع وحصل له اتطبق ودخل جوه مين؟ جوه الليجنز ده عين ميديا كلها ليجنز انديكيتد فور ارجنت سيرجن لازم تعملوا عمليه احنا قلنا ميسي ميديا كلها بيهيل لكن ده مش هيهيل ده لازم يتسحب ده وتثبت تحت ده ميديا كلها انديكيتد فور ايه؟ فور سيرجن نفس الكلام بيجي معاه لاتر كولاتر ليجامنت ولاتر ميسكس كلمته بتاع كهرباء اقعد البي سي ال بيجي معاه دايما لاتر كولاتر من الاصابه جايه من بره بيجي لاتر كولاتر لاتر ميسكس بوست لاتر كورنر بي سي ال وبعد كده بي سي ال لو جت من جوه بديك ميديا كولاتر ميديا ميسكس اس اي وبعد كده بي سي ال انت ميديا انجري تجيب من جوه تكمل ورا لو جاي من بره بتجيب من ورا وتطلع من كده. اقول تاني من جوه بتجيب ميديا كولاترال ميديا مانسكس اس ال وبعد تكمل بي سي ال. لو جاي من بره بتجيب لاترال كولاترال ميديا مانسكس بي سي ال وبعد تكمل بي سي ال. ولو جابت بي سي ال وبي سي ال ولاترال كولاترال يبقى سكيت منين؟ لو جابت لاترال كولاترال ولاترال مانسكس وبي سي ال يبقى مصر اللي جابت سيرش. لو جايب ميديا كولاتر ميديا مانسكس و اس ال و بي سي ال يبقى ديستوكيتد مين؟ مش كامل ده الركبه اتخلعت اصلا ديستوكيتد مش مطر لو بقى اس ال وميديا كولاتر لو مانسكس انا هعمل ايه؟ لاتر كولاتر مطر تيجا بس انجن يعني كيف ديستوكيشنز يبقى واخد كل الاربعه بس او ثلاثه بس من الاربعه كده خلصنا مين؟ الام ار اي بصوا على السلايدز يلا يا باشا